أخبار اليوم. أولاً الشكر الجزيل لمؤسسة الأهرام التي بادرت بالفعل بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع الذي يحضره هيئة تحرير الأهرام ويحضره ممثلون عن جميع الصحف المصرية. شكراً للأهرام على نظمة الصحيان الجديدة، وأتمنى أن ما حدث في الأهرام يتكرر غدا في الأخبار، ويتكرر بعد غد في وكالة أنباء الشرق الأوسط، ويتكرر بعد في الجمهورية، ويتكرر في كافة الدول الصحفية. ومش جايين هنا ضد حد، ولسنا أعداء أحد، ومش جايين علشان نسحب الثقة من مجلس انهارت الثقة فيه بالفعل. ينتبه قلق شديد مما يجري في نقابتهم، هذه النقابة العريضة التي كانت قلعة للحريات. هل يمكن لنقابة الصحفيين بكل تاريخها ان تقع في صدام مع الدولة؟ هل يمكن لنقابة الصحفيين بكل تاريخها العريض ان تقع في صدام مع الدولة وان تجرنا جميعا الى هذه الازمة الخطيرة لمجرد ان زميلين احدهما غير عضو في نقابة الصحفيين احتمي داخل النقابة من المطالبة بالقانون، هناك طلب باستدعائهم؟ انا لا اريد ان اقول ان النقيب كان على علم وان مجلس النقابة كان على علم، ولا اريد ان اقول ان هذه النقابة جزء من مؤسسات الدولة، احنا مش بره مؤسسات الدولة، وعشان كده اول واجباتنا هو الالتزام بالقانون. وعندما لا تحترم نقابة الصحفيين القانون يبقى على القانون السلام، ويبقى ايضا على مصر السلام. حدث وعندما طلبنا من الزملاء لم نطلب اعتذارا، طلبنا فقط طلب بسيط عقلاني رشيد، مراجعة قرارات الاعتصام بحيث لا تتحول النقابة الى ملاذ وملجأ للهروب من المسؤوليات القانونية. لا خدشنا ولا أخذنا كرامة السيد النقيب ولا أكرمنا سيادة أعضاء النقابة، ومع ذلك اتهمنا نحن بالفاشل، اتهمنا واتهم كل عضو في هذا الاجتماع بالفاشل، يعني الفاشي ومن الديمقراطي. أنا كل اللي شايفه وأنا مجرد عضو صغير ألمني مثل ما ألم كل الزملاء ما يجري، أن مهمتنا في هذا الاجتماع واحد، أن نؤكد وحدتنا. اثنين، أن نؤكد أننا مؤسسة تلتزم بالقانون. نعيد الاعتبار هذه النقابة التي حملت الصحفيين على امتداد هذه الأعوام. ثلاثة، أيوة يا أستاذ، أيوة، في إيه؟ نعيد الاعتبار لهذه المؤسسة العظيمة. احنا بدون نقابة الصحفيين يبقى فقدنا الانتظار، وفقدنا الامن، وفقدنا قدرتنا على الحوار. احنا مش جايين هنا علشان نشكر السيسي رغم ان السيسي يستحق الشكر.